أقوى اللحظات المحرجة والتي لا تنسى في تاريخ الرياضة. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي اللحظات التي تجعلك تتلهف لمشاهدة مبارياتك أو الرياضات التي تحبها، ولكن هناك لحظات تجعل اللاعبين أو الجمهور يقعون في إحراج شديد من قبل اللاعبين، أو حتى اللاعبين أنفسهم يتعرضون لمواقف تجعلهم يقعون في دائرة الحرج. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أقوى اللحظات المحرجة والتي لا تنسى في تاريخ الرياضة. لنبدأ. هنا هذه اللاعبة تحاول أن تلقي هذه الكرة المربوطة بيدها إلى أبعد قدر ممكن، وتقوم بالالتفاف بهذه الطريقة، وتقوم بإفلات الحبل من يدها ليرتطم مباشرة في المنطقة الحساسة لدى هذا الرجل. شاهدوا الألم الذي تعرض له. شاهدوا هنا اللاعب نيمار كيف يقوم بالتمثيل على الحكام، فمن ضربة صغيرة يحاول إقناع الجميع أنه تحطم كلياً، فعندما يقوم أي أحد بجذبه أو شده يقوم بالوقوع بطريقة تمثيلية مضحكة ومحرجة له، إذ أنه يقوم بالتمثيل أنه أصيب إصابة خطيرة جدا. أنت ممثل فاشل حقا، انظروا ماذا يحدث له عندما يلمسه أحد. أثناء تتويج هذا الفريق كما تشاهدون ببطولة كرة القدم الأمريكية، حاول هذا المذيع أن يرفع الكأس لكنه انفصل بهذه الطريقة، فشاهدوا ردة فعله وردة فعل اللاعبين عندما انفصل الكأس عن مكانه. انظروا إلى تعبير وجوههم، وانظروا إلى الإحراج الذي لحق بهذا الشخص المقدم على تسليم الجائزة. هنا في هذه المقابلة الصحفية مع هذه الفتاة والتي تقوم بالاستعراض الأولمبي في الماء، شاهدوا ردة فعلها الذي سبب لها إحراجا، حيث أن الماء الذي على جسدها يعمل على انزلاق ثيابها بهذا الشكل، فانظروا إلى تعبير وجهها والتي تبدو منحرجة للغاية، وأيضا تحاول تعديل وضعية ثيابها. في هذه المباراة لكرة السلة كما ترون خطف اللاعب هذه الكرة من أمام منافسه وحاول أن يسجل هدفا، وأثناء نزوله انزلق ووقع على الجماهير بهذه الطريقة، فانظروا كيف جلس بينهم بطريقة مضحكة للغاية، وردة فعل الجماهير كانت مضحكة أيضا حيث استقبلوه بطريقة مرحة. يبدو أن هذا اللاعب محبوب للغاية. أتت هذه الكاميرا على هذين الشخصين ومن المفروض أن يقبل بعضهما البعض، لكن يبدو أن هذا الشاب لم يكترث أبدا، إذ أتت له دمية هذا الثور، لماذا لم تقبلها؟ فأخذها وابتعد بها من المكان. يبدو أنه لا يقدر النعمة التي بيديه. شاهدوا ماذا فعلت به هذه الدمية، لقد تسبب له بإحراج كامل في الملعب. في مباراة كرة السلة هذه تحصل هذا اللاعب على ركلتين لتسجيلهما من أخطاء، فكما تشاهدون أحد الجماهير يقوم بإظهار كرشه له بهذه الطريقة المحرجة ويحاول إغاظته، لكن اللاعب كان مركزا جدا وقام بتسجيل الكرتين في الشبكة. لكن شاهدوا ردة فعل الجماهير التي جعلت هذا اللاعب لا يستطيع أن يركز جيدا. يبدو أن الجمهور لم يكن له تأثير عليه وقام بتسجيل الكرتين. هنا رافائيل نادال ومرافقه الشخصي يقومان برفع الحقائب للدخول في الملعب، لكن هنا يحاول الإحماء قليلا عند الباب ويقفز ويرتطم رأسه بحافة الباب بهذا الشكل. انظروا كيف تدارك الموقف وكأنه لم يضرب، فانظروا إلى ردة فعله وكيف يضحك مع مرافقه بهذا الشكل حتى لا يظهر عليه أنه ضرب برأسه. هنا في مباريات البيسبول يقومون بالترحيب بهذا الرجل ويقومون بإعطائه شرف إمساك الكرة، لكن هذا اللاعب يقوم بإلقاء الكرة بكل قوته
لترتطم مباشرة بالمنطقة الحساسة لدى هذا الرجل الواقف هنا. يبدو أن ضربته قوية وأثرت جدا على هذا المصور. هنا دييغوفيتش يقوم بالاحتفال بزجاجة البيرة ويقوم بفتحها، ولكن الغطاء تنطلق وترتطم برأسه بهذه الطريقة، ما سبب له إحراجا، لكنه تدارك الأمر بأنه قام بالاحتفال بخض الزجاجة وسكب البيرة على الأرض. هنا أثناء محاولة الفريق الخصم تسجيل هدف على فريق برشلونة، وبالفعل نجح في تسجيل الهدف، لكن شاهدوا ردة فعل ماثيو ابن ميسي كيف يحتفل بهذا الهدف مع الفريق المنافس. فشاهدوا ردة فعل ميسي وسواريز المضحكة للغاية. لابد أنه لم يعجبه الأمر بأن ابنه يشجع فريق الخصم. لقد أحرج ميسي بالفعل. في مباراة كرة السلة بعد خروج هذا اللاعب، أحد المدراء الفنيين مد يده ليسلم عليه، لكنه لم يأبه له وأخذ زجاجة الماء. انظروا إلى الإحراج الذي تسبب به إلى هذا الرجل، وانظروا إلى الشخص الذي يمسك بالماء وكيف ردة فعله كما ترون. هنا في مباراة التنس كما ترون، هذه اللاعبة تحاول إغاظة منافستها والجماهير بأن تقوم برفع التنورة الخاصة بها وتقوم بالرقص. يبدو أنها تحاول إحراج منافستها بهذا الفعل. انظروا كيف تقوم بمرقصة نفسها، ولكل فعل ردة فعل. فشاهدوا اللاعبة الأخرى كيف تقوم بالرقص بعد أن استلمت الكرات حتى تقوم بإغاظتها. هنا في مباريات كرة السلة NBA يتسلم هذا اللاعب الجائزة الفردية الخاصة به، لكن عند تسليمها من قبل هذا الرجل تقع من يديه بهذا الشكل، والذي تسبب له بإحراج كبير جدا، لكن اللاعب يتقبل الجائزة بصدر رحب ولم يحرج هذا الرجل. هنا وفي مباريات كرة التنس كما ترون، هذا اللاعب يحاول أن ينفث عن غضبه بأن يقوم بإرسال الكرة بكل قوة إلى منطقة أخرى من الملعب، لكنها ومباشرة تصطدم بعين الحكم الجالس بالأعلى. فانظروا إلى ردة فعله وإلى الإحراج الذي وقع فيه. إنه لم يكن يقصد، لكنها ضربة مؤلمة حقا. أحد أغرب اللقطات التي من الممكن أن تشاهدها في تاريخ كرة القدم، فعندما حاولت هذه اللاعبة إيقاف منافستها تشابكت الأحذية في بعضهم البعض بسبب الربطات الموجودة في الحذاء. فانظروا كيف وقعت كلتا اللاعبتين بهذه الطريقة على الأرض. في مباراة كرة السلة هنا، يقوم هذا اللاعب بالتحضين على كرته بهذا الشكل، ويحاول هذا اللاعب لمس الكرة، لكنه يمد يده بهذه الطريقة فيقع هذا اللاعب أرضا، وكأن هذا اللاعب قام بضربه على وجهه، لكنه في الحقيقة لم يلمسه أبدا. هنا في مباراة الملاكمة والفن النبيل، شاهدون الحكم يحاول الافتكاك بين اللاعبين، لكن هذا اللاعب يقف ويظن أن المنافس أمامه ليقوم بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم، لكنه تدارك الأمر بردة فعل مريحة وجيدة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.